هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل تمام يا حناس. حبايبي الكرام، ما انتم شايفين شباب باقي هون عندنا بالمقطع اليوم 20 ثانيه للفيديو سكين راح ينزل جيت شباب. طبعا شباب ما اعرف شو راح ينزل حبايبي الكرام، لكن راح ننتظر مع بعضنا ونشوف فيه اساطير. بس قبل ما نبلش المقطع يا اساطير، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، ولا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتنات يا جميلين. واهم شيء حبايبنا، لا تنسوا نزلت لكم مقطع الصوره على القناه الثانيه شباب، بتمنى كل الصوره يروح يشاهدوا ويتابعوا حبايبنا. اوكي شباب، مثل ما انتم شايفين حبايبي باقي واحدة ثانيه، هات لنا نشوف شو هالشيء. هل يا ترى نزل شيء؟ قول لي. او ماي جاد، يا سلام عليك حبايبنا، نزل سكين تبع الماكرولين، هذا تبعت ال السيارات، ما سيارات حبايبي. سوري جيت انجلتم، راح نحاول نحصل عليه الان. اوكي خلينا نشحن جواهر اهم شيء، ونشوف كم راح يكلفنا. ويلي راح يكلفنا الظاهر كثير حبايبي، سو خلينا نشحن الجوار حبايبنا، نجي لهون التمانو. اوكي ليتز جدا، خلينا نشحن الجوار حبايبنا، ليتس جو يا صديق. طبعا شباب بعرف اذا لاحظتوا في شيء تغير، اعطينا لكم هالتغير الخفيف شباب التمانو. ليتز جدا هيك نشحن جواهر، وين الجواهر؟ التمانو، يا سلام عليك. طبعا شباب رح نجرب هاي لنفس الوقت، نزلت من شوي. هاي اي حبيبي والله ما عجبتني صراحه، نزلت من هاي الحقيبه شباب، رح نجربها هلا بعد شوي حبايبنا. والله شكلها اسطوري، رح نجربها بعد شوي حبايبنا لما ندخل نحاول نحصل على السكين. اوكي شباب هيك بيكون شحنا جوهر عن 2212 جوهره ليديز اند جنتلمان. ناري ناري ناري. اوكي يلا بسم الله، يلا شباب. طبعا هون لازم نشيل نحي شيئين، راح نشيل هاي ونشيل هاي. اوكي ليش يعني حاطينه هون؟ يعني حاطين هذا بهاللون، يعني شو راح يختلف يعني حبيبي؟ ولا ضحكوا علينا معلم. تعرفوا شيء، راح نشيلها شباب، راح نشيل هاي ونشيل هذا كمان، نجرب حظنا. دائما بشيل ساحه على الزاويه، خلينا نشيل هون نشوف الوضع حبيبي. والله يلا اول سبين ليديز اند جنتلمان، ان شاء الله يكون حظ لوز. نشوف راح يطلع لنا السكيم اول مره ولا لا. جماعه اللي بيكتبوا لي بالتعليقات عليكم، حصلنا على السكين اول لفه، تعرف خليك ريلاكس حبيبي والله. اوكي طبعا حبايبنا باين باين الوضع، بيض بيض في بيض في بيض التمانو. اي صدقوني شباب صدقوني، عن جد فكرت انه راح يطلع لي كان من هاللفه. اوكي وضع بيت هون، بعثنا اوبن، خلينا نعمل اوبن معلم. وات ليش هيك يطلع لي شيء ثاني؟ هذا شو هذا؟ يعني شوف بهالسكنات هذا، في الاسكيس والسنايبر هذا حبيبي والله. اوكي طبعا شباب مثل ما انتم شايفين باقينا 1 2 3 4 5 لفات، يا سلام على الشعرات. يلا خلينا نشوف يا صديقي، خلينا نركز. اي لك حبايبي والله فكرت يعني باقي شوي، يعني هي صار مرتين يكسر معنا. وات ذا، هذول الشباب ما ننساهم حبايبنا. تمام يلا ان شاء الله نعمل هيك. يلا لا مو هي يا اخي. سكايلر سكايلر شو راح نعمل فيك معلم؟ شو راح نعمل؟ شو عم نستفاد يعني؟ شو عم نستفاد؟ دخيل الله شو عم نستفاد من هالصور يعني؟ خلاص يا اخي يعني حبيبي والله. يلا اللفه الاخيره ليتس جو. هي مش شو اعطونا هذا معلم؟ يلا روح نفتحهم، ما بعرف شو موجود يعني بس راح نفتحهم. الساعات حبيبي والله. اوكي شباب الحلوين باقينا لفتين ليتز اند جنتلمان، خلينا نجي لهون نجي لهون. طبعا شباب هذا بالنسبه لهذا السكين، اول سكين تاع الاحداث السيارات نزل اليوم وحبيبي والله. اوكي يلا بقول بسم الله الرحمن الرحيم التمانو. هاي هي ان شاء الله، هاي هي هاي هي. يا اخي شو بدي اعمل بهي؟ شو بدي اعمل بهذول انا؟ يعني فهموني يا شباب شو بدي اعمل بهذول؟ شو بدي اعمل بهذول حتى بيعطونا هذا الشيء يعني؟ يعني اعطونا يعني والله يعني ما بعرف ليش هيك شباب، يعني على الاقل اعطونا شيء جديد يعني، شيء اسطوري شيء حلو يعني شباب، غير هالاشياء يعني غير هذا. شو بدي اعمل بهذا شباب انا هلا الصراحه يعني حبيبي والله. اوكي شباب خلينا نعمل سبيل الاخير يا بوي، واخيرا سكين ال ال الحس اسمه هذا شباب، ما بعرف اقرا اسمه دائما، ماكلارين وما اعرف شو ولا شباب ولا. المهم سكنات السيارات الجديده شباب حبيبي والله، ريسنج يا بوي. خلينا نعمل اي كيب شباب، ونجي لهون ونشوف السكين من على القرب حبيبي والله. ثواني ليش هيك عندنا الحقيبه ما ظبطها؟ هينا حطيت عندي حقيبه الفاير باس الاول، لازم نعدلها شباب. نروح ندخل جرب السكين ليديز اند جنتلمان. لا طب ليش هيك مو طالع؟ نعمل ايه؟
قول لي يا السلام عليك. خلينا نطلع على شباب نشوف السكين هيك بشكل قريب، نشوف شو فيها، نستعرض السكين قطعة بقطعة. طبعا هون شباب عندنا هون الراس، حلو، شيء حلو، شيء تغير حلو. طبعا هاي شباب شو الدخيل الله يا شباب، ايش هذا حبيبي والله. عندنا هون الوشاح، هذا الوشاح حلو شباب. بالعادة دائما بيكون في وشاحات هيك باللون اسود هيك، يعني اللون واحد. هالمرة في شيء جديد. اوكي خلينا نجي هون، وعندنا هون طبعا هي تبعت الفاير باس العادية ما كان فيها شيء. اوكي عندنا الجاكيت، والله الجاكيت حلو ما يشبه شيء شباب، اتس اوكي، حلو حلو. بالنسبة للبنطال شباب الصراحة البنطال كتير كتير عجبني حبايبي، البنطال شيء مشكلس شيء لوز اللوز. بالنسبة للحذاء الشيء اللي مو عاجبني فيه شباب هذا الشيء، هذا الموجود هون معنا ما عز لاحظتوا عليه، هذا الشيء هذا اللي هون، but it's okay it's cool cool، يعني ما يشبه شيء حلو. اوكي شباب خلينا ندخل نجربه حبايبنا الكرام، ونفس الوقت نجرب الحقيبة. وقفوا شوي قبل نعمل اي شيء، نجي لهون نجي لهون ونسحب حالنا من هون نرجع لهون. يب بوي يا التمانو التمانو يب بوي، هات نشوف حبيبي والله حبيبي والله السكين شات. طبعا اول شيء رح ندخل نجرب الحقيبة، نحضر حال نمبر 1. طبعا نمبر 1 ايت اوكي هيك حلو شكلها، ان شاء الله ما تكون كبيرة مثل هذوليك البقية. لا اذا هيك ليفل 2 وهيك يا شباب حبيبي والله، هنعمل ليفل 3 معلم. وقف شوي اوكي يا حبايبي مثل ما انتم شايفين صراحه ليفل 3 يعني شوي كبيره كثير شباب الصراحه، هالحقيبه يعني شوي كثير كبيره، يعني لو كانوا مصغرينها شوي يعني كعاملين الليفل تكون هيك اكبر شيء تكون ليفل هيك ليفل 2 يعني تصير حلوه كثير، يعني هيك هيك اتس اوكي حلوه. يعني حتى الصراحه شباب ما اعرف اذا لاحظتوا ما فيها هالشيء اللي هيك مرات بيكون في جليتش بلاصقك حلوه بالظهر وكل شيء لوس. يلا شباب خلينا ندخل نجرب السكين نشوف شكله باللعبة كيف راح يكون. التمانو ليتس جو، ناخذ البربر يب مثل كل مرة، البربر سكين البربر حبيبي والله ليتس جو. ويلي 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 ويلي. لا يا جميل لا 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 برو 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 وعل هاشو هذا شباب كلياتهم موجودين هون وطفا شو هذا معلم كلياتهم هم شباب شو القصة اليوم طول بالك معلم توقف شوي حبيبي والله ول 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 برو 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 معلم ويلي 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 وهل شو هذا الشباب الصراحة هذول حميانين من الصبح من المساء من هذاك من حبيبي والله ايش هاش فيش في شو صاير هذا معلم صراحة شباب اقول لكم شيء حقيبي نات كول شباب ما عم نشوف صراحة يعني حقيبة شباب انا ما عاجبني يعني اكون صريح معكم كثير كبيرة يا زلمة بنقتل واحد من هون بيجينا الثاني بنقتل واحد من هون بيجينا الثاني شو عم بيصير يخرب بيت سنتك حبيبي والله خلينا نعرف نركز بالسكين يا زلمه روح يا زلمه شباب هذول صراحه حميانين صراحه ما اعرف شو صاير لهم حميانين الشباب ايش قصتهم هذول وات طول بالكم شباب خلينا نجيب السكين يا زلمه هاي هاي شو هذا بيروح باولا ابلع يا زلمه تعال انت كمان تعال بدي العب مثلهم شباب يعني انا بالعاده ما بستعمل حشيش الحشيشه بالتدريب ما بستعمل بس هذول شغلتهم شغله اقسم بالله يا شباب جابوا لي جلطه والله ابلعوا لك يلا على اللوبي يلا بلوك يلا بلوك يا بوي تعال هون تعال هون يا جميل تعال هون تعال 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 حبيبي يلا ها يلا اللي بعده يا اخي ممكن ما كنت حاملهم ازاي يلا ايوه هيك الوضع اللوز معلم يلا انت كمان روح حبيبي يلا ما لنا فاضي يلا علبي لا شباب هيك رح نكتر هيك وقف شوي وقف شوي نجيب هذا معي يلا علبي علبي يلا اللي بعده 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 يا قلبي اللي بعده تعال هون تعال 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 لا ورش وات شباب خلص
لا 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 يكفي الشباب توقف نعطيه لايك نجي على هون اوكي نوقف حبايبنا يكفي لنا خلاص سكين اللوز اللوز الوان جديده شيء جديد شيء حلو كثير اسطوري سو حبايبنا الكرام هيك بكون انتهى مقطعنا لليوم يا اساطير ان شاء الله عجبكم مقطع شباب شو رايكم هذا التغيير الخفيف اللي عملته حبايبنا اعطونا لكم بالتعليقات يا اساطير لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات لاحلى ناس ونراكم باذن الله تعالى بلايف جديد وفيديو جديد ولا تنسونا حبايبنا الكرام غدا باذن الله تعالى سوف ينزل مقطع اسطوري على قناتنا الثانيه اوكي حط لكم رابط تحت يا اساطير ولا تنسون تابعونا حبايبنا على الانستغرام اوكي بشوفكم على خير تصبحوا على خير تشاو